وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد أنور يوسف الملا، مشرف العمليات بإدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. أهلا بك أستاذ في نشرة الأخبار. ما هي توقعاتكم حول حالة الطقس في الفترة المقبلة، وهل من تحذيرات أو نصائح تودون توجيهها؟ أسعد الله صباحكم طبعا، ونقدم لكم شاكرا لكم مبدئيا تواصلكم مع إدارة الأرصاد الجوية. طبعا نقدم لكم شرح عن تأثير الحالة الجوية، طبعا تأثرت به المناطق الشمالية والوسطى لشبه الجزيرة العربية، حيث تأثرت بغبار كثيف قطع معظم المناطق. من المتوقع أن يبدأ تأثير الغبار على مملكة البحرين خلال الساعات القليلة القادمة. تكون كثيفة، كميات الغبار كثيفة في البداية زين، خاصة الساعات الأولى، ومما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر. ونتوقع أن تقل كثافة الغبار تدريجيا يوم غد الثلاثاء بإذن الله تعالى. لذلك بيكون ننصح بتجنب الأنشفة الخارجية وأخذ الحيطة والحذر، خصوصا للثوار ومقتادي البحر. نعم. ولمزيد من تفاصيل متابعة أخبار الطقس، ننصح متابعة القنوات الرسمية مثل تطبيق طقس البحرين وإنستغرام التابع لوزارة المواصلات والاتصالات. نعم. السيد أنور يوسف الملا، مشرف العمليات بإدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، شكرا جزيلا لك.